راجعين يا هوا. راجعين يا هوا ده كان من المفترض أن يكون غير هذا، يعني عمل توافرت له كل أسباب النجاح، كتابة أو يعني قصة أسامة أنور عكاشة، يعني عميد الدراما التلفزيونية، يعني نسميه عميد الدراما التلفزيونية في الوطن العربي طبعا. لكن للأسف السيناريو والحوار أساء جدا، رسم الشخصيات لم يتم رسم شخصية البطل البليغ اللي هو خالد النبوي، طبعا وده ممثل عظيم وممثل عالمي للأسف عظيم.